نستفيد منها الكثير كنائب أراضي وكعضو في مجلس إقليمي لمسيرة بلد الإقليم العزيز. المداخلة ديالي غادي تكون كواحد نداء ولا توصية للنواب والسلاليين بصفة عامة. ستنبني طبعا على المداخلة ديال الأخ سي أحمد الذي تطرق إلى بعض يعني الأساتذة الأجلاء، تطرق إلى نقاط صراحة في الصميم، ومن بين النقاط التي أثرها انهيار القبيلة. فيما يخص هذا النقطة ديال أو هذا الأثر ديال القوانين الجديدة التي ستكون على هذا الإطار ولا على هذه الفئة ديال الساكنة كقبيلة أو كإطار، أنا أقترح وأقول انطلاقا من التجربة المتواضعة ديالي أنه العكس. السي أحمد إلى استطعنا باش نحطوا النواب اللي هم المنسيير غير في هذه النقطة ديال كما قلت أن هي المؤسسة القبلية ولا المؤسسة ديال الجماعة السودانية، أنا كنقول العكس، إذا استطعنا باش نحطوا النواب في المستوى نقدروا نديروا نتوصلوا لتحديد القبيلة وهيكلتها بطرق حديثة عبر مؤسسة المؤسسة ديال النائب. فصراحة هناك تحديات، غياب الموارد بالنسبة للمؤسسة ديال النائب، غياب اللوجيستيك ديال العمل، كل هذه المسائل تطرح تساؤلات. إلا أنه إذا كان النائب، أقول هذا وأسطر عليه، إذا كان الشخص المكلف أو النائب في المستوى ديال هذه المهمة راه يقدر يجتهد، يقدر يوفر هذه المسائل كاملة ويقدر يحقق لنا واحد الهدف اللي هو تحديث هذه القبيلة والحفاظ على الموروث الثقافي ديالها والموروث العمراني. هذا غير كسميتو. وبالنسبة للنقطة اللي ديال الأستاذ اللي غياب الآليات ديال الوساطة، فليس هناك ما يمنع في القانون ولا في غيره من إحداث الآليات. فعلى مستوى الإقليم ديالنا الحمد لله، خصوصا في مركز السنغال، كاين لجنة تنسيق بين النواب وكنديروا التدخلات ما بين القضائي، والقانون لا يمنع في هذا الشيء. غير خص الناس اللي في المستوى، النواب اللي في المستوى، باش ينسقوا بيناتهم ويحاولوا يديروا واحد اللجنة ديال التنسيق ولا اللجنة ديال التعاون باش يدخلوا. ودخلنا القانون ما كاين على دخلنا في التحديدات الإدارية، دخلنا في النزاعات، دخلنا في اللوائح، في جميع المسائل يعني العالقة على مستوى المركز ديال التنغير. فيما يخص الأستاذ تطرق إلى العشوائية في التوزيع، أراه كل هذه المسائل وكل هذه السلبيات أراه إلى استطعنا، هذا يتمحور كله على شخصية النائب. إذا كان في المستوى ديال المسؤولية أراه يمكن ليه يوفر ويحقق هذه المسائل، يدير مقر ديال العمل ديالو، يوفر اللوجيستيك ديالو، ويدير الارشيف ديال القبيله، ويسقط مع الجيران ديالو باش يكون داك التعامل ويحافظوا على داك الموروث الثقافي ما بين القبائل وما بين غير نسميوها الجماعه السلاليه تسميه جديده، ولكن غادي تبقى القبيله نحيدوا عليها دوك الشوائب ديالها وغادي نطوروها بالوسائل الحديثه. أستاذ سيمهدي أثار نقطة لا أظن أنها يعني موجودة، واحد المسألة ديال شراء العقارات القديمة بالنسبة للأحياء، هذه المسألة لا أظن أنها مطروحة. فالعقارات القديمة شنو اللي تيكون فيها؟ داك الشيء علاش جات ديك شهادة الاستغلال،
اللي عنده عقار قديم بغى يصلحو ولا بغى ولا بغى يستغلو من جديد تيدير ديك الملف ديال شهاده الاستغلال وتيحصل على شهاده اداريه شهاده ديال الاستغلال وتيدير بها الرخصه وتيدير كلشي. لا اظن الا كاين كاع راه يتناقض مع القانون. الا الا كما قلت الا الا خصك تشري فهذا يتناقض مع القانون. وحتى لا اطيل على الاخوان الكرام من المجال الاخرين شكرا. شكرا حسن. مازال في مداخله اخرى. باب المداخلات مازال مفتوحا. إذن شكرا للمدخلات والمدخلين.